المناسبة تاع الاحتفال بالأعياد الوطنية خاصة عيد الاستقلال الشباب ولا عيد المصادف لاندلاع ثورة تحرير أول نوفمبر، لازم نقرنوه بتدشينات وبوضع حيز الخدمة لمشاريع كبيرة، مشاريع مهمة وخاصة التي ترتبط بحاجية المواطن البشر، حتى يكون الإنسان يربط نضال أبائنا وأجدادنا بحاضره، فلولاهم ولولا ذلك النضال وتلك التضحيات الجسام لما وصلنا إليه إلى ما وصلنا إليه. وعلى هذا الأساس كباقي الولايات سطرنا برنامج كثيف جدا، إذا كان سمح لكم الوقت راح تكونوا معنا، إذا تحبوا تحضروا معنا غدوة إن شاء الله عندنا، خصصنا يوم 4 جويلة بالتقريب لكل ما هو تدشينات، فيه تدشينات في الغاز الطبيعي لبعض القرى مش في المدن، الغاز المدينة ولكن في القرى، فيه تدشينات ثقافية، فيه تدشينات رياضية، فيه تدشينات في عدة مجالات، في التزود المياه الصالحة للشرب، في اعطاء شرط انطلاق لعده مشاريع تحسينات الحضريه على مستوى مدينه سيدي بلعباس. اذا فيه برنامج ان شاء الله طويل وعريض ان شاء الله، راح غدوة ان شاء الله هنا. ثم يلي 5 جويلية اللي هو ليتم يعني الاحتفال باليوم عيد الاستقلال الوطني وذكرى 61 الاستقلال، وتليها يوم الخميس عمليه واسعه لتوزيع حوالي 2253 سكن بمختلف صياغه على مستوى ولاية سيدي بلعباس. إذا بصفة عامة فيه برنامج يمكن أن أقول أنه كثف وطموح جدا.